طيب يعني طبعا حضراتكم عارفين ان الدوريات بره بدات بالفعل وفي اسبوع واثنين وثلاثه وبالتالي العجله دارت في بعض اللعيبه المصريه المحترفه في الخارج بدات بدايه جيده جدا ابرزهم مصطفى محمد لازم ياخد حقه ومحمد صلاح. مصطفى محمد بالمناسبه تم اختياره كافضل لاعب في فريق نانت في شهر اغسطس وبدايه الموسم بدايه جيده جدا مسجل واخد دفعه معنويه في اشاده كبيره جدا من داخل نادي نانت بالمستوى اللي بيقدمه مصطفى محمد. صلاح مع ليفربول، ليفربول ككل بدأ بدايه كويسه لكن في النهايه حصيلتنا زادت. هنتابع طبعا في منهم اللي ما شاركش لغايه دلوقتي فده مش هيكون موجود معانا النهارده لكن على الرادار بتاع الجي بي اس في السادسه هيكون موجود معانا اول ما يبدا مشاركه مع لعيبته. خلينا ناخد او نبدا جولتنا ونشوف اخبار اللعيبه المصريه المحترفه في الخارج عامله ايه. انجلترا ليفربول تحديدا مو صلاح اللي النهارده في كلام جديد بيتقال ان كلوب ممكن يكون وافق على رحيل صلاح. هنعرف وهنناقش الموضوع ده في الفقره الحواريه. خلينا نبدا بارقام صلاح. شارك في مباراة فريقه الأخيرة وهو كان صاحب بصمة مهمة جدا، الأسيست اللي حط بيه داروين نونيز هدف الفوز في الدقيقة 93 كان بتوقيع محمد صلاح. شارك في فوز فريقه على نيوكاسل 2-1 ريمونتادا لأنه نيوكاسل كان تقدم في المباراة دي 1-0 وقدر ليفربول إنه يرجع. شارك لمدة 90 دقيقة صنع هدف الفوز لفريقه كان ليه محاولة وحيدة على المرمى، مراوغات خمسة نجح صلاح في ثلاثة منهم، لمس الكرة 42 مرة، تمريراته 23 تمريرة بنسبة دقة 96%، التمريرات المفتاحية 2، صناعة فرص مؤكدة 1، وتقييم صلاح في المباراة دي كان 7.5 درجة. والمباراة الجاية ليفربول إن شاء الله هتكون أمام أستون فيلا. أستون فيلا طبعا عمر خضر بس الكلام لسه طبعا على مشاركته، هيلعب فيرست تيم، هل ممكن نشوفه في بريمير ليج ولا هيلعب مع الفريق التاني؟ ده اللي هيبان. سام مورسي إبسوتش تاون، وسام مرسي بالمناسبة بعد ما صعد بإبسوتش تاون من الليج 1 للشامبيونشيب تم اختياره في نهاية الموسم اللي فات في تشكيلة الأفضل أو تشكيلة الأمثل للموسم الأخير. سام شارك مع فريقه في بداية الموسم في مباراته أمام ليدز اللي خسرها فريق سام بنتيجة 4-3. لعب سام أو شارك سام في المباراة دي لمدة 90 دقيقة، لمس الكرة فيها 69 مرة، كان ليه 61 تمريرة بنسبة دقة 87%، تمريرات طولية 4 بنسبة نجاح 2% 2 أو 50%، محاولاته على المرمى مرة وحيدة وتقييمه في المباراة 6.4 درجة. والمباراة اللي جاية لإبسويتش تاون هتكون أمام ريدينج في الكاس. هنسيب إنجلترا ونروح لفرنسا، نونت اف سي نونت. طبعا مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر اللي اختاره طبعا روي فيتوريا. مصطفى شارك في مباراة فريقه الأخيرة اللي تعادل فيها أمام موناكو بنتيجة 3-3 في الدوري، شارك لمدة 81 دقيقة وقدر يسجل في المباراة دي هدفين وكان ليه محاولتين على المرمى، ثلاث مراوغات نجح مصطفى في واحدة منهم، لمس الكرة 41 مرة، التحاماته الهوائية 5 نجح في 3 منهم، تمريراته 23 تمريرة بنسبة دقة 70% وتقييمه في المباراة كان 8.3 درجة. والمباراة المقبلة لنونت هتكون أمام مارسي في الدوري الفرنسي. من فرنسا لألمانيا، مرموش أينتراخت فرانكفورت اللي برضو متألق، يعني أعتقد بداية موفقة لمعظم أو أغلب المحترفين المصريين في الدوريات الأوروبية. عمر مرموش شارك في مباراة فريقه الأخيرة أمام ماينز اللي انتهت بالتعادل بنتيجة 1-1، مدة مشاركته كانت 90 دقيقة، وهدف أينتراخت فرانكفورت اللي سجله هو مرموش كان في نفس الوقت ليه ثلاث محاولات على المرمى، لمس الكرة 37 مرة، تمريرات 14 نسبة دقة 71%، عرضيات 3 منهم واحدة سليمة، التمريرات المفتاحية واحدة، وصناعة فرص مؤكدة واحدة، وخسر الكرة 12 مرة وتقييمه 7.6 درجة. وأينتراخت فرانكفورت المباراة الجاية هيلعب أمام ليفسكي صوفيا في دوري المؤتمر الأوروبي. نتمنى التوفيق لمرموش، واحد برضه من العماد الأساسية في المنتخب الوطني. طيب لغاية دلوقتي ماشيين كويس، مو صلاح، مصطفى، مرموش كلهم متألقين. نروح للمملكة العربية السعودية، الوافد الجديد فريق أو نادي الخليج، مهاجم الأهلي السابق محمد شريف اللي شارك في مباراة فريقه الأخيرة واللي انتهت بنتيجة 1-1 في الدوري، المباراة كانت مع الحزم السعودي.
مدة مشاركة شريف، لعب طبعا كأساسي، شارك لمدة 90 دقيقة، ما كانش ليه ولا محاولة على المرمى، لمس الكرة 18 مرة، تمريراته 11 بنسبة نجاح أو دقة 82%، خسر الكرة 5 مرات وأفسد هجمة وحيدة للمنافس. تقييمه في المباراة 6.6 درجة، والمباراة اللي جاية تقيلة مش صعبة أمام الشباب. الشباب خسر أعتقد قدام النصر نتيجة 4-0، والمنافسة ما زالت قوية والميركاتو السعودي مستمر. من الخليج السعودي ومحمد شريف نروح لقطر، يبقى الوكرة، يبقى نجم الأهلي السابق حمدي فتحي. حمدي شارك في مباراة فريقه الأخيرة مع الشمال اللي انتهت بنتيجة 2-2 في الدوري. مدة مشاركة حمدي كانت 90 دقيقة، لمس الكرة 67 مرة، تمريراته 56 تمريرة بنسبة دقة 82%، تمريراته الطولية 8 نجح في 5 منهم، التحامات أرضية 7 نجح في 4 منهم، أفسد هجمتين للمنافس. تقييمه في المباراة 7.1 درجة، والمباراة اللي جاية للوكرة هتكون أمام السد طبعا، واحد من أكبر الأندية القطرية برضو في الدوري. طيب كده فاضل محمد ياسر وهيكون موجود معنا وهنتابعه لأنه بيشارك بشكل أساسي في دوري التشيكي. محمد ياسر بيلعب راس حربة في فريق تابلسي في التشيك، شارك في مباراة فريقه الأخيرة أمام زيلن التشيكي وانتهت المباراة بخسارة تابلسي بنتيجة 2-1. مدة مشاركة محمد ياسر كانت 45 دقيقة. محمد ياسر بالمناسبة لاعب أهلي ومعار للتشيك، كان لي 3 محاولات على المرمى، تمريرات 10 نجح أو نسبة الدقة فيهم 30%، تحاماته الهوائية 4 كسب منهم 3، وتقييمه 7.2 درجة. والمباراة اللي جاية لفريق تابلسي هتكون أمام سلوفان فيلفاري في الدوري. وبالمناسبة محمد بالنسبة لي علامة استفهام، لأنه بيلعب وبيشارك في الدوري التشيكي، سنه 23 سنة، وكان برضو من علامات الاستفهام عدم انضمامه للمنتخب الأولمبي، لكن هنتابعه وهنتابع كل المحترفين مدام بدأت مشاركتهم مع أنديتهم. عندنا أحمد حمدي لسه ما شاركش، عندنا عمر فايد في الدوري التركي لسه ما شاركش. بالتأكيد طبعا هتكون جولتنا مستمرة مع حضراتكم بما أنه سيزن بدأ كل يوم 4 في فقرة جي بي أس دايما في 6. نروح لفاصل ونستقبل ضيوفنا بعد الفاصل، بلال محسن وأحمد مصطفى.